أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول في آخر أسئلة هذا السائل: ما رأي فضيلتكم في إمام المسجد لا يقيم الصلاة إلا عند حضور أشخاص معينين بالرغم من تواجد الكثير من المصلين؟ الواجب على الإمام أن يراعي أحوال المأمومين ولا يراعي أحوال بعضهم دون بعض، عليه أن يراعيهم جميعا فلا يشق عليهم، فلا يفوت الصلاة على من يأتي لإدراكها ويستعجل بإقامة الصلاة، عليه أن ينتظر ولا يشق على المأمومين بطول الانتظار، بل عليه أن يتوسط، عليه أن يتوسط في الأمر بحيث لا يشق على الحاضر ولا يحرم القادم. أما إذا كان هذا المتأخر متكاسلا ولا يأتي إلا آخر الناس فلا ينتظره ويشق على الموجودين المنتظرين للصلاة، فعليه أن يتوسط في الأمر فلا يشق على الحاضرين ولا يحرم من يأتي لإدراك الصلاة مع الإمام إلا إذا كان هذا المتأخر متكاسلا. نعم.